فقرة أخرى من فقرات البرنامج بالصحة والهنا مع شيف وسيلة. يا درا طبق اليوم واش؟ راح نشوفوا كيف كيف. يلا غو بونجور. مرحبا بونجور يا زهرة وشراكي. مرحبا مجددا. شراك والله يبارك ولا غير طبق الألوان الفاقعة. يا أخي أنا قلت لكم يلبس البلون يلبس الألوان الفاقعة. حيتيتو اللي بيضاء. شقعي بيانكم يلفو. معليش. إذا اليوم حنديروا طبق لذيذ جدا، حنديروا بلونكيت دو بوم دو تيغ أو بولي. واش نقول لكم؟ الله الله. اذا مشاهدينا نشوفوا المكونات من بعد ذلك نجوزوا طريقه التحضير. اذا واش عندي؟ يعني اول حاجه بطاطا اكيد لانه الطبق كله مبازي عليها. اذا عندي شرائح تاع البطاطا كما راكم تشوفوا، نغسلوا البطاطا تاعنا نقطعوها دي غوندال كما راكم تشوفوا. عندي هنايا الزر تاع الدجاج واحد. لوكا دوما ديروا على حسب افراد العائله بيان سو، الا كاين لازم تزيدوا. عندي هنايا نص حبه بصل مع زوج حبات تاع الثوم مقطعين في الرقيق. عندي بيان سو الملح، المعدنوس لازم يكون، عندي شويه تاع لاموتارد اللي هو الخردل، وعندي في التوابل غير الفلفل الاسود شويه تاع الكوري، وعندي مكعب تاع مرق دجاج واحد فقط، الليمون والكريمه السائله، وعندي بيان سو الزيت وشويه تاع الماء. هذا ما كان. نشوفوا كيفاش نحضروها مع بعض. يلا يلا هكا. بطاطا والدجاج سما طبق بنين. واش نقولك؟ شوفي بزاف 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 بنينه. اذا اول حاجه راح نحطوا الزيت تاعنا باش تسخن لنا شويه. اوكي هذا مكان نسخنوا شويه الزيت تاعنا هكذايا. واش نديروا؟ راح نضيفوا مباشره البصل والثوم هكذا بينا. واش نزيدوا معاها؟ راح نزيدوا نضيفوا التوابل تاعنا اللي قلنا الكوري والفلفل الاسود وهذاك المكعب الصغير تاع مرق الدجاج هكذا. جميل جدا. نزيدوا نديروا كذلك، الله يجمل ايامك، نزيدوا كذلك الخردل. ايوه لا موتارد. ايوه لا موتارد هكذايا. الطبق هذا باش تعرفوا راح يجي شويه قويرس، يعني فيه لاسيديتي. حامض. وانا وحده من نوع من الاطباق تاعي المفضله لانه نحب هذيك لاسيديتي. انا راح نقليو كل هذا مع بعضه هكذا. ما تخليش الدجاج يتقلى معاهم. مازال استنى شويه. تقلقش على بود. مقلق يا عبود. مقلق. مش مقلق يعني انا جاي انا على بالي واش بيك. البصل يتقلى مع الدجاج. مع الدجاج لكن في هذه الوصفه بالذات ماشي كيف كيف. جميل جدا. هنا نجي نحط الدجاج تاعي في خاطرك هاني نحطه. معليش خطر على بالي واش بيك. معليش. نحب هكذاك هذيك البنه تاع البصل مع الدجاج. معليش حب يا عبود حب. اذا هنايا نقليوها يا في خاطر عبود الدجاج وحد الريحه تاع التوابل والخردل. صح. مع البصل والثوم واش نقول لكم؟ ميكس رهيب. سكتي برك يا زهره. وشنو حنايا؟ على حسب نشوفها فيها لاكرام. كيفاش؟ فيها لاكرام. قلت لك اليوم راه مقلق على رزقه. مش انا مقلق على رزقه. راني نشوف من تما. نوضي ليه طيب بزاف. نوضي ليه. شويه ونوض ليه كيما قال الشاف. الريحه راهي دايره حاله. واش نقول لكم؟ انتم بيان سور في ديوركم كي تسيوها بيان سور راح تكتشفوا وتشموا واش رانا نشموا. اكيد. نقليوها هكذايا. وعبك عبود ما تقلقش خاطر الزدر تاع الدجاج يطيب تمتم. هذه هي باش ناكل. باش تاكل. شفت كيف راك جيعان. والبطاطا طيب تمتم. طيب تمتم كذلك. غير درت فيك سكاره اون سي جامي. علاه تذكر البطاطا؟ وي بيان سو واحد يكون مزروب بطاطا تذكر ولا لا؟ لا مشاهدينا حنا نقول لهم يعيطوا لنا عبود. اكيد. بلا بيكم. شوفوا والله بلا بيكم ما تحلاش. خدمه الجميع وحتى موقعنا للتواصل الاجتماعي. من فاتته حلقة أو عدد ما عليه لا يدخل لمواقع التواصل الاجتماعي ويتواصل معنا. الأرقام كالعادة ظاهرة أسفل الشاشة. قلهم الرقم عبود. احنا بلا بيهم ما تحلاش. 1177 95. حافظ الرقم شاطر. أكيد. هكذا. دوك هنا واش نديرو؟ أنا قلينا الدجاج مليح مع البصل والثوم. واش نديرو عبود؟ نقلوه من لي دو كوتي من وجهينا. نزيدو بيان سو البطاطا. بطاطا يعني لانه مكونين. انت البطاطا ما كاش يعني راهي الحاله ناشفه. اي مازال دوك نمرقو. سبحان الله هذا وين كان مقلق. ما راكش ملي عبود. لا 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 انا واش بيك؟ واش تحب؟ ما فهمتش. احنا يعني في طيابنا بالك نمرقو نديرو دجاج نقليو مع البصل. هذا ماشي طبق تقليدي. وبعد نديرو الماء وبعد نديرو البطاطا. زهره هذا ماشي طبق تقليدي. هذا طبق جزائري. قلنا بلونكيت دو بولي و بوم دو تيغ. لكن مش جزائري. يعني اسمه باين بلي ماشي تقليدي.
كيما شي جزائري واش يحب يقول؟ احنا جزائريين المراقي. ايه المراقي وغمص القدام. ردي بالك راكي تسماني ماذا تحصلي؟ انا الحمد لله يعني راني ننقص. انا عندي وجهي سمان بزاف لكن دوكنا بالله عليكم يعني راكم تضحكوا بالله عليكم ما نقصش ما نقصش والله شاف وسيله اللي عنده فتره كلي سمان في الشتاء وكلي سمان في الصيف. انا سمان في الصيف انا في الشتاء ننقص. عيبك بليك في الشتاء الناس تنقص الزهره علاش في ميزكم؟ بعبك بليك الناس في الصيف يسمانوا وفي الشتاء ينقصوا هيا علاش عطوني الاجابه. انا نحس انه في الصيف كاين الاكل بزاف المزيد زيد والناس تاكل الناس يعني ياكل جاهز بزاف ياكل يعني. جاهز بزاف في العطل إيه؟ كامل زيد في الشتاء الناس تاكل ماكله الدار بزاف وتاكل حتى الجو عنده عنده دور يبارك وغالطين في زوج علاش وشنو انا قلت لك المراقي سخونه ما قلت لك علاش وشنو السبب مثلا قولي لنا وشنو السبب شوف هي علاش الناس تشيان قلنا نعم. في الشتاء وفي الصيف في الصيف لانه في الشتاء يكون البرد وكيكون درجه الحراره تاع الجسم تاعنا تكون بارده فبالتالي الجسم تاعنا يولي يقاوم ويولي يحاول يعني يدير ديزيفو باش يرفع من درجه الحراره فبالتالي واش يدير راح ياكل من الدهون هو يزيد يقوي هذيك الدهون هي تولي درجه الحراره باش يسخن يعني يدير ديزيفو انت كي تكوني بردانه كاين بزاف ناس وفي الشتاء تكوني في الصيف تكوني مرتاحه صحيح خلينا دوكا الاكل قدامنا بيان سور سورتو في الصيف لي كريم ناكلو تو سكي انتيردي سورتو لي غلاس هذوك والماكلات اللي غير قليان وكذا لكن في الصيف الجسم تاعنا ما يحتاج باش يعني يزيد في درجه الحراره ديالو لانه درجه الحراره تاع الجو راهي عاليه فبالتالي ما يدير اوكي فور تزيدوا تولوا تسمانوا لكن صحيح. في الشتاء كي نبردوا هو يولي قاوم وياكل من الدهون تاعنا باش يرفع من درجه الحراره ديالنا نعم. شفتوا كيفاش في هذه الاثناء وسيله نبقاو مع الوصفه ما نروحوا نطلعوا عليها يلا اذا فوالا والله غير شوفوا كل شيء سوا سوا شوفوا برك الا طابت لنا البطاطا واش نقول لكم ما حقرتنيش اليوم البطاطا لا سبحان الله خفتك يا يما خفتك البطاطا واش نديروا لها انا مباشره مشاهدين نحطوا لها كما قلنا لا كريم ليكيد تاعنا هكذايا فوالا هكذايا نحطوها بالملعقه هكذا وثاني واش نديروا لها عصره ليمون حتى نعطوها هذيك القروصيه واش نقول لك لازم مع الليمون بيان سور ها عصره غير هكا من الفوق برك هكذا سيتو والاخرين حنشبعوا بهم نعاودوا فقط غير نحركوا غير شويه هكذا ها هي بدات تعقد لنا شويه لا صح حنا ما نخلوهاش بزاف تتعقد باش على بالي حنا كاع مضروبين على التغماس هكذا ها نقلبوا غير بالعقل ودوكا ما بيد نعطيها هذوك الدقائق فقط باش تتحل يعني لا كريم ديالي نجيبوا قلنا الصحن باش نزينوها ونبينوها للجمهور حتى ربما هي. حتى يعني وسيله يعني حتى نتمنوا يعني الكل يجرب هذه الوصفه ويشوي وربما راح تعجبكم وتفيدكم حتى ولادكم الاولاد تخيلي حتى الاولاد يحبوا هذا النوع من الاكل صح وراح نوعوا شويه من الكغاتا نبدلوا شويه ماشي غير مش دائما كغاتا في الفوخ في الفوخ في الفوخ نوعوا شويه ما ترفدش الوقت يا ربي ما ترفدش الوقت كذلك حتى الام كي تكون مزروبه زهره تقدر كيما نقولوا تحضرها وتقضي شغلها وهكذا كيجوا الدراري عندهم واش يفطروا وبنينه ولا غيرهم يولوا يحوسوا عليها كذلك هكذا حتى لازم حقيقة لازم كل النساء يجربوا كل الوصفات لأنه راه قريب شهر رمضان وشهر صح. رمضان عندنا نوع محدد من الأكل نحضروه مش كل الأكلات يعني اللي نقدروا نديروهم أو كل الأطباق نقدروا نديروهم في شهر رمضان نقدروا هذه كيما هذه الأكلة خفيفة عبود نقدروا نديروها فهمتني نزيدوا لها غير شوية تاع لاصوص ونمسحوا التبسي تاعنا هكذايا أكيد فوالا الأجواء في الكواليس رهيبة لازم كي نكونوا هكذا يسراو هذه الامور وحابين ياكلوا الجوع يدير هكا ياكلوا الجماعه راهم في حاله الجوع يدير خير هكذا في حاله بعد ضربه واحده راني نشوف انايا راح ناخذوا شويه فقط تاع البابي تاعنا هكذا باش نمسحوا لي بوردور واش نقول لكم واحد البنه واحد الريحه يا شاف بلا ما تقولي لنا الريحه راه صرعتنا واش نقول لك واش نقول لك شوفي لا بلونكيت كاين تاع البولي تاع الصومون كتشوفي تاع الصومون مالاتي واش نقول لك الله 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 برك
هكذا راح نديرو طرونشه تاع الليمون هكذا منا. ما فيش معدنوس اليوم. لازم الاخضر باش نكاسيو لي كولا لازم تجي فيها معدنوس. نديرو هكا فقط المعدنوس غير شويه. لازم معدنوس لانه كي درتي معدنوس زادت في الطبق. هكذا شوف. ها. وهي في نفس الوقت تحب المعدنوس هذه الوصفه هذه. اذا هكذا كيما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا راهي واجده مشاهدينا. حبيت نشوفها صوروها لي دبروريسانكم الفرقه وانا اليوم انا اللي ندوق اليوم انا هي نقلش روحي. ها بصحتك وسيله دائما انت مخلشتنا ودائما انت مفرحتنا ماشي كيف هنايا لكن صدقوني بزاف 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 بنينه. عطيني نشوف واش نقول لك. شوف شح شابه قلت لكم لا بلونكيت فريمون بزاف شابه. نعم وسيله بصحة ولهنا عليك. بصحة ولهنا عليك. صحة ولهنا وسيلة. اللي حياكلوها وغادي نقول لكم بدوري اتهنيت لكم دوكاتي خلوني نروح ونقول لكم تلقاو غدوه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ما نقدروش نستغناو عليك وسيله.